حياتي على مود عيد زواجنا سويت لك مفاجأة. وايد متحمسة اريد اعرف شنو هي لانك جبتني من البيت وغمضت عيوني ومو عارفة شنو. دوري. يو ريدي؟ ترى شنو؟ اشتريت لك بيت. هذا البيت اشتريته الي؟ اي بعيد زواجنا؟ نعم. اوه ماي جاد ثانك يو. هاي الصالة شنو رايك؟ بس الالوان مال الحيطان ما عجبك؟ غيرها. شو تريدين بعد؟ دللي حبيبتي كان راويك الغرفة. يلا اسمع. يلا انقل الشيء اللي قاعد تصاير. واو هالفيلم نفسي انا اريده. اكبر شيء؟ هي اكبر. انا بعد اكبر. غير وياها. بسيطة بسيطة. تعي من ناخذ يا راويك الغرف. يلا خلينا نروح. شوفي هذا الباب اثري طبعا. واو. اوكود. واو كلش حلو شكرا. شنو رايك تاخذ هذا القلفات؟ حياتي يعني لون البينك غيره بسيطه نغيره. شو تريدين بعد؟ هو حلو بس ما حبيت لونه. البرادي اغيرهم؟ اي اريد الابيض. شنو احمر؟ لا من عيني بعد. وهذا المطبخ. واو. شنو رايك فيه؟ واو. شنو رايك فيه؟ هذا مطبخ احلامي. ايه خبر حبيتي؟ تمام. اي بس الكاونتر توب يعني غير لي اياه. بسيطه من عيني. طحتي وانطق راسك. وين البيت؟ يا بيت. وهذا الوال تبي تغير لي لونه؟ ايش بيك انت؟ المطبخ. التليفون كان بالعقلك. وين احنا بعد؟ نمشي ما عليك امشي زين تمشي احنا قاعد نتمشى. شنو ايش بيك؟ يا اوكي؟ ها؟ مو انت اشتريت لي بيت؟ خلصت. شنو بيت؟ خاف راسك شي. هلو سمبادي ذير. شنو صار لك؟ خبلتي؟ وقعدنا للحلم لأرض الواقع. جولتنا اليوم في منزل أو في قصر هنري فورد الشهير اللي هو صاحب شركة فورد للسيارات. وين موجودة؟ موجودة في ميشيغان ومسقط راسه بميشيغان. أول شيء دخلنا هنا هذا الريسبشن ناخذ هنا التيكتات ومثل ما راح تشوفون هنا موجود المطعم والمتحف للسيارة. طبعا سعر التيكتات أكو نوعين جراوند باس اللي هي بس الحدائق برا البيت، أما سيلف جايدد أور هي تكون للبيت وللحدائق برا. أسعار التيكتات اللي هي الكبار 10 دولار، الأطفال من 6 إلى 12 سنة 5 دولارات والأطفال 5 سنوات وأقل مجاني. طبعا هاي هنا متشوفونه فرة بسيطة بستور صغير حاطين شغلات يعني للبيع. بعدين راح تشوفون هناك القدام كان المطعم، وهنا دخلنا على مسوي لهم متحف صغير يعرضون قصتهم. Yeah, we're gonna see the car now. So boys, you know who's there? هنا كنت قاعد اشرح للاولاد احنا وين وهذيلا منو، بس الحمد لله اني سويت ميوت لان شكلي وانا اضحك وقاعدة اشرح لهم نص عربي نص انجليزي. المهم هذا هو هنري فورد وعنده اولاد الاربعة اللي هو 3 اولاد وابنية. طبعا عائلة هنري فورد كانت عندهم مزرعة يعني حياتهم زراعية، لكن هو ابدا ما حب شيء اسمه مزرعة. أبوه بعمر 13 سنة عطاه هدية اللي هي ساعة الجيب، راح فككها كلها ورجع ركبها، فأصحابه انبهروا ومن ذاك اليوم صاروا أي واحد عنده ساعة خربانة كانوا يعطون هي وهو يصلحها لهم. طبعا فورد ما اخترع السيارة أو نظام التجميع، لكن هو أول من صنع سيارة قدروا الطبقة الوسطى من الناس إنه يشترون. Yes, do it. Touch it for me. No, easy, slow. هنا أرسلان حب هاي الشغلة. هنا تقدرون تختارون صور وتقومون تنسقون البيت، يعني تختارون قطع الأثاث وبالنهاية يعطيكم البيت شكل النهائي بعد اختياركم إله. هنا بعض من الممتلكات الشخصية اللي كان يملكها أو سواء العائلة، هذا الحذاء للتزلج. وهنا من كانوا يلعبون طاولة، يعني شغلات بسيطة كانت موجودة وكان يحب وايد يلعب جولف. Yeah.
يا بابا ريل تاير. أول سيارة صنعها فورد سنة 1903. طبعاً منو شجعه بالموضوع إنه يسوي السيارة هذه؟ اللي هو العالم توماس أديسون، التقى به وشجعه على هذا الموضوع. وعد زوز ترى عرفنا انه كذب، انا عرفت والمشاهدين عرفوا، كافي كافي هالكلاوات علينا بابا. السياره لما نروح على البحر اي، والسياره هاي لما نروح على الغابه اي، وديك لما نروح البيت خالتك. البيت خالتي إيه؟ يلا يمه يمه منكم هالكلاوات، كل مكان الى سياره. هذا المجسم الأول اللي تشوفونه هو من المجسمات لسيارة فورد أول ما قبل يصنعونها يعني مسوينها، وهنا بعض المخططات للسيارات اللي كانوا يسوونها. وبعد ما خلصنا جولتنا بالمتحف راح نطلع من هذا الباب اللي هو جايب بالخلف، وراح نمشي هذا الممر الطويل وراح نلتقي أي نلقي هناك باص. هذا الباص راح يودينا إلى القصر. هسه يلا متحمسين، راح نروح وناخذكم بجولة جميلة بالقصر الكبير. هذا هو الباص إجا وراح نركب. صحيح نسيت أقولكم لا تنسوا أنكم تشتركون بقناتنا وتسوون لايك حق هذا الفيديو وتسووا له مشاركة بين أصحابكم. أوكي يلا هسه خلينا نرجع للفيديو. حبيت أصور لكم حتى داخل الباص عشان أشارككم بكل تفاصيل الرحلة بالضبط وتستمتعون وكأنكم فعلا أنتوا رايحين معانا هاي الجولة. هنا المناظر الجميلة الخلابة لهذه البحيرة كنا قاعد نشوفها وإحنا بالطريق رايحين على القصر. كلش روعة، إيش رأيكم بالمكان؟ والشغلة جدا مهمة إذا حابين تأخذون صور عائلية أو صور للأعراس مع مصور محترف تقدرون تحجزون من الموقع مالتهم، طبعا مبلغ مادي ما أعرف إيش قد سعره، وتجون هنا وتأخذون صور لأن صراحة الصور تخبل بهاي الأماكن. وصلنا للقصر عند البوابة، خذوا من عندنا التيكتات، بعدين هنا دخلنا على ايدنا اليمين هنا الحمام، فاذا حابين تستخدمون الحمام. وهنا يلا تعالوا طلعوا، ايش بيكم؟ ما ادري ليش هيك وجهي يزن هنا. المهم هنا تدخلون على ايدكم اليمين، هسه راح نروح هنا راح نشوف الصالة القعدة. طول الفرة كان وعد يقول do not touch. المهم هسه راح اخليكم فرة بغرفة المعيشة اللي هم كانوا يقعدون بيها. بعدها مثل ما تشوفون هذا الممر راح يودينا على غرفة معيشة ثانية اللي هي هاي، وفيها التدفئة هذه كلش حلوة كبيرة. قولي بالتعليقات تحت شنو تسمون التدفئة، موقد نار بلهجتكم انتم. هنا عجبتني الزغرفة الموجودة على السقف كلش حبيتها، انتم شنو رايكم بيها، حبيتوها ولا لا؟ وصلنا هنا الى غرفة الدراسة او المكتبة، راح تشوفون هنا بيها كتب وايد وبيها قاعدة وبيها الفاير بليس كلش حلوة، شكد احبها انا. Hi honey. So here I'll let you hold those. So you can look for those when you go to all the different rooms. Yeah. Okay. Okay, thank you. One by one. Okay. So انا اقرا لكم وانتم تشوفون، اوكي؟ لعبة كلش حلوة، اعطونا كروت وبكل كرت قطعة وصورة إلها ومعلومات بسيطة عنها، لازم الاولاد يدورون عليها وين موجودة. وصلنا إلى غرفة الطعام، مثل ما تشوفون ما بيها أي أضوية، كانت عائلة هنري يحبون أنهم يقعدون على الأكل ويأكلون بس من الضوء الطبيعي ضوء الشمس. وإذا لاحظتوا أكو طاولتين، الطاولة اللي وراء هي بس للأطفال، ولما يصير عمرهم 12 سنة يجون يقعدون على الطاولة
كبيرة مع أمهم وأبوهم، ولمن يجون على مود الأكل يأكلون لازم يكونون لابسين لبس رسمي، إذا كانوا ما لابسينه ما يأكلون. إيش رأيكم؟ شفت اللاجة ما تقدم لأن ماكو وهذا لبس العاملين اللي بالمطبخ اللي كانوا يقدمون الأكل لهم. وهذا المطبخ الثاني هسه راح ندخله اللي يسوون بي يطبخون، يغسلون المواعين. وشوفوا الثلاجة هنا كبيرة، وشوفوا الباكس بلاش من ياسنة وهسه موتة. وهسه راح نصعد للطابق الثاني. بهذا الطابق موجود غرف النوم، غرفة نوم الأم والأب والأولاد الثلاثة. وهسه راح نشوفها. طبعا هنا وعد قاعد يقولي شنو رايك بالكاربت، أقول لا ما عجبني الكاربت غيره يعني. اخترنا نبدأ من جهة اليمين اللي هو الجناح للأم والأب لهنري فورد، بغرفة للمعيشة، وبالغرفة النوم، وبغرفة الملابس. شوف هذه غرفة المعيشة شلون كبيرة وحلوة وبها الفاير بليس أهم شيء. وهنا غرفة الملابس ما شاء الله كلش حلوة. طبعا هذه الغرفة أمنية كل بنت بالعالم إن يكون عندها هذه الغرفة، صح ولا لا؟ كتبولي بالكومنت. وهنا تروحون على الحمام، شوفوا الحمام شقد قديم، الى الان الستايل مالته يستخدم. حاليا رحنا على الغرفة اللي هي غرفة النوم، وراح تشوفون انا الاثاث كلش صغير هيجي كيوت. هذا الاثاث هيجي اثري انتيك، ودائما يحبون يجمعون الاثاث وقطع الاثاث من كل دول العالم، يحبون تجميعها. وهذا الحمام مثل ما شفتوا اكو ميزان مبني بالارض لقياس الوزن. وصلنا الى غرفة البنت، طبعا حاطين سريرين قالوا لانها بعد ما كبرت يعني وطلعت سووها هم غرفة ضيوف، معنا عندهم غرفة ضيوف هسه راح نشوفها. هذه جولة بغرفة البنية. بعدين طلعنا هنا، هذه غرفة الناني. هذه الغرفة تكون بين الغرفتين، غرفة البنت وغرف الأولاد. وشوفوا الباب شنو، هذا باب الحمام، يعني الناني تقدر تروح على غرف الأولاد من الداخل، ما حاجة تطلع من غرفتها وتمر عليهم. وهنا اجينا، هذه الممر الطويل راح يودينا على غرف الأولاد، بس هنا هذه غرفة الضيوف لما يجي لهم ضيوف. هذه الغرفة مثل ما قلت لكم أصول أم وأب هنري فورد، أمه من بلجيكا وأبوه من بريطانيا، فكان هذا القصر لما بنوه مستوحى من المعمار البريطاني. مثل ما شفتوا هذه غرف الأولاد، غرفة المعيشة، غرفة الدراسة، وهنا الحمام. تخيلوا هذا تصميم الحمام كان من قبل كم سنة، وإلى الآن هذا التصميم مستخدم. يعني صاحب الديزاين اللي صمم لهم هذا الديزاين بالبيت شيء رهيب، يعني بحيث حتى اللايتات لو لاحظتوا بهذه الغرفة تكون مو مبينة. شوفوا هاي فوق السقف شلون حلو الديزاين. وهنا هذه أنا أقول لكم هاي، شلونكم، شو أخباركم، إن شاء الله بعدكم مستمتعين بالجولة. اشتركوا بالقناة وسووا لايك وشير، ويلا خلينا نكمل ونطلع من برا هذا القصر، وخليني أخذكم جولة خارجية. وهنا طلعنا، هذا برا القصر. أهم شيء أنكم تجون هنا وتصورون، إذا قاعد تشوفون هناك المجسم البعيد حق هنري فورد ومارتا، خدنا هناك من صورة. وإذا شفتوا هذا السياج الأسود مسكرينة اللي هي هذه البحيرة الصغيرة قاعدين يرممونها. وبعد هنا أكو مسبح وأكو الحديقة، هذه هي حديقة الورود. هنا لازم تجون وتاخذون صور، أخذنا كم من صور حلوة. في ناس أجانب شافونا قالوا الله أنتوا عائلة خلينا نصوركم، فصورونا، عرفوا أن إحنا ما عندنا أحد، فيا أني أصورهم يا هم يصوروني، فمساكين خذوا التليفون من عندي وصورونا صورة عائلية. راح تشوفونها الصورة موجودة على الانستغرام، فإذا بعدكم متابعينا تابعونا
على قناتنا الانستغرام. كملنا مشي بهذا المكان لين ما وصلنا للبلاي جراوند اريا اللي هو مثل بيت حق اطفالهم يلعبون بي، بس مع الاسف كان مسكر. هسه احنا بعدنا ما وصلنا له، ورا هاي راح تشوفونه كان مسكر. ف عندهم هنا هاي بالحديقة أولادهم لما يجون يلعبون مع الناني يجون هنا. شوفوا شنو صار، زوزو قامت تمشي حافية. لا صورني. شو اسوي الحذاء يأذيني؟ لا عد وين حذائك الثاني؟ عشان شوية الفستان لونه. هسه يقولون لقيناها هنا شاردة كانت ويا طرزان. يلا مستمتعين بالجولة لو لا تعالوا ويانا كملوا. تصويرات وعد. ويلكم. خلصنا جولتنا من الحديقة ومن القصر، وهسا ناطرين الباص. راح نصعد بالباص ونرجع بالسيارة، وأكيد جعنا. جعتوا أنتوا ولا بعدكم؟ فرايحين هسا على مطعم كلش حلو، مطعم بحري، وإن شاء الله يعجبكم وجربوه إذا أنتوا هناك رحتوا. وهذا هو المطعم، حطيت لكم العنوان مالته على الشاشة عشان لا تقولوا لي وين العنوان. صراحة كلش حلو، الديكور مالته بحري داخل. هسه راح ندخل داخل المطعم، واكو قاعدة داخلية وقاعدة خارجية. طبعا القاعدة الخارجية هي الأحلى، لكن احنا قعدنا القاعدة الداخلية مع الفاميلي روم، يعني تكون غرفة بس احنا شوي احسن، يعني عمود ارسلان وإيلان، you know، يعني العيلة اللي عندها اولاد يعني عارفين يعني. ورحنا وقعدنا على طاولتنا اللي هي موجودة بهذه الغرفة مثل ما انتم شايفين، وكل الديزاين للبحارة. اول شيء عطوا الاولاد اوراق والوان يلونون، كانوا مهتمين هيك بالاطفال. بعدين وصل الاكل، الاكل كان كلش طيب، استمتعنا بيه وحلو. اكيد اكو اطباق ثانية اطيب، بس احنا هذا اللي طلع معانا. بعد ذلك قبل لا نطلع قالوا للأولاد قبل لا طلعون لكم هدية، اللي هو سكان في صندوق، يفتحون الصندوق ويختاروا لهم هدية، كل واحد يختار له هدية ويطلع. كلش استانسوا الأولاد، حبوا هذا اليوم، كان جدا حلو ورائع. وبعد ذلك طلعنا وتمشينا شوية هنا وأخذنا صور، وهسه وصلنا لنهاية هذا الفلوج. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا مثل ما إحنا استمتعنا. نشوفكم على خير بفيديوهات تانية.